السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاجن فريك بصدور الرومي. هي المفروض بوراك. بس هي جابت الصدور. انت ما عندكش وراك في التلاجة يا بنتي؟ ما جمال مرضيش؟ هات يا جمال. طب ماشي. خلينا في الصدورات بتيجي وراك. يبقى عندي صدور رومي وبصل وتوم وجزر وكرفس وكرات طماطم سمنه ملح وفلفل مرق كمون بهارات. حلو قوي المقدمه. حلو يا استاذ جمال افندي. دي سمنه يا استاذ جمال افندي. قال لي مسو جمال من فضلك. حاضر. انا عايز المخرج يجيب لي تكتفون ولا بيجر. يقول لي اللي عنده وراك هو في الثلاجه يجيبها لي. احنا بقى لنا 3 ايام. فين الوراك؟ هات لي ورك من جوه. بقى لنا 3 ايام بنشتغل على الرومي عشان راس السنه والكريسماس والنيير. قال ايه؟ يا ريت يا اخويا والله. ولا ماشي. لا مش دعوه بيك. انا مش دعوه. انا ما جيتش يمتك. انت بتتلكك بقى. ده موضوع تاني. انت بعت المخبر بتاعك دخلني على الاوضه عمال ارهاب. مشغل انت معايا ومشغله في ال نصلي على رسول الله. ده التوم اهو. طبعا عندي الفريك لازم اكون نقعه قبلها من بالليل، يا اما اسلقه نص سلقه. وعندي فلفل حار اهو. طيب يا اللي في بالي لما فوقلك. اسكت اسكت لما فوقلها. اللي عندك دي مين؟ يا ست نورهام. الو نورهام هانم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ست نورهام ازيك يا شيف شربين؟ في نعمه يا بنتي. لو سمحت يا شيف شربين انا عندي سمك تونه ومش عارفه اعمله ازاي. سمك ايه؟ سمك تونه. تونه وعايزك تقول لي على شاورما اللحم. عايز شاورما اللحمه او السمك التونه؟ على عيني يا ست العرايس. اشكرك يا بنتي. سمك التونه دي زفره لازم نعملها صح. اغسلها غسله نظيفه وشيل العرق اللي جوه اللي هو الدم. اقطعها طرنشات. اجيب خل ليمون كمون ملح فلفل. خل كمون ليمون ملح فلفل. ماشي. بعد كده ادي اهو. كنت بصطاد. يبقى المهم بقى بعد كده حضرتك تجيبي صينيه تعصيها زيت زيتون وترص فيها التونه دي زي ما وريتك. توم ليمون كمون ملح فلفل خل ليمون. ترصيها وتروحي مزودة شقشق ميه بسيط ومغطياها ورق المونيا ودخليها
الفرن هتستوي، وعايزه تشويها ما تغطيهاش بالورق الالومنيا ودخليها الفرن، هتطلع جميله جدا حلوه جدا طعمها جميل جدا. وكده بقى عندي ادي الفخده الرومي اللي انا كان عيني منها من زمان. مش تقول لي صدور، صدور ايه يا عم؟ الله الله الله، انت وديت الدراج اللي هنا كانت فين؟ هو ده نفسي واحد صاحبي كده، نفسي اصبح عليه، نفسي اصبح عليه. الله، بص بقى كده، عايزك تاكل وتستمتع، مش تقول لي صدور. هبقى عامل زي العيش الفينو اهو. ونصلي على رسول الله. ون ونين تلات ونات. امال بس واقف قدام التسريحه وتقف قدام التليفون؟ انا اول مره في حياتي اشوف واحد حامله تسريحه فوق السطوح. تقول لي الشام. ما تخليها، ده احنا بنغداها، ما احنا عارفين انها باروك، ده احنا ده احنا كده بنكبري. يا عم البركه من الله. صل على النبي. اللهم صل عليه حبيبي يا سيدنا محمد. كده انا نفسيتي هديت لما لقيت الايه الفخده، نفسيتي هدي كده، حسيت ان انا بعرف اطبخ. طب بذمتك يا حماده ايه رايك؟ طبعا كل حاجه ليها طعم، خلي بالكم. يا جميل السوخه. ماشي يا باشا، نجيب لك بط يا باشا. والله عمك الحاج رضا خميس كان عايز يبعت لي بلبول، عارف؟ والله قال لي ابعت لك بلبول، ده موسمه بتاع دمياط. اصل الحاج رضا ده حبيبي واخويا، فقول لي ابعت لك ده بلبول دلوقتي موسمه وابعته لك. يا هذا انت جاهز بقى، ده انت قاطع على رايك، وناكل اكل سمك هناك مالهاش حل. بس في اليومين دول لا، الدنيا ساعة. ده في ناوة. ادي فلفل حراق. نعم، مش مشكلة، بس فيه هتلاقي اللي بتاع البيتزا. طب مفيش بتاع البيتزا؟ هاتي من ده ومن ده. مؤدبة يا اختي، اللي شوفها وبتقول حاضر كده في التليفون يقول البنت دي عيني ما شاء الله عليها. يا عم عبد الحق صباح الخير عليك يا عمي. صباح الفل يا شيخ. اخويا وحبيبي وابن عمي. بسم الله ما شاء الله عليك. حبيبي يا ملك. الله يخليك، عيد ميلاد البنات يوم الاربعاء يا شيخ. الله اكبر الله اكبر. الله يخليك يا شيخ، اوعك انت وعدت يوم فرحهم حتجيني. على عيني هجيلك يا ابويا، على عيني. على عيني يا باشا. خدامك يا عم عبدو، صباح الفل على عيونك يا جميل. احنا هنطلع نقضي غس نص السنة دي، يا ربع السنة ولا نص السنة؟ تومني في الرغيف. نعم. انت تعبت؟ معاش ايتن.
ادي النينا النونا. ماشي نيجي لسه عايزينكم ناخد فاصل ورجع لكم تاني وانا غير محطه ولا اروح في اي حته. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وادي كده حبه ملح حبه فلفل شويه بهارات شربينيه دي ما بتطلعش غير للغالي. الله على الريحه. شم كده يا محمد. محمد يا فاهم شم كده شم انت ماشي. حبه بهارات دي 7 حبوب اللي كنت عملتها انا والحاج عبد الفتاح فرمناها هنا وعملناها. واسال عليا مره وقول لي بتصوت ليه. ماشي نقشر بقى الطماطمتين دول. يا حبيبي يا رسول الله الطاجن عندي في الفرن زي الفل بشكشك. ودي بقى بدأت تشكشك اهي واخده توابل حلوه جزر وبصل وتوم وكرفس وكرات وشطه فيها حاجات حلوه. طيب ادي الطماطمايه بتاعتي. اسهل حاجه تقشريها. وعندي طبعا الفريك منوع في ميه. نصلي على حبيبي سيدنا محمد. يا ست سمية السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ صباح الخير يا ست سمية. عامل ايه؟ في نعمة يا بنتي. انا الحمد لله تمام. ومور يا فندم. انا بابا يا شيخ. نعم يا فندم. يا ست شرف لينا يا ست الكل اهلا بيكي. بس يا شيف مين؟ عايز طريقة المكرونة الجارية. مين؟ بتقول يا ست العرايس. طيب اشكرك على اتصال حضرتك يا فندم برغم اني مش فاهم منك حاجة. اشكرك يا بنتي. شق ميه سخنه. ست اسماء. يا ست اسماء شايف يا عم محمد اللي بتقولي ما بتحبش البتاع ده؟ تحبوش؟ لا هو بص الديك الرومي انا باكلوش فعلا لما يقول لك في بوفيهات وبتاع وحاجات دي. انا كان احب الوراك ده مطبوخه كده. وبعدين ده انا هحكي لك على قصه. واحد حبيبي عايش في حته كده على طريق مصر اسكندريه لقيته بيتصل بيا قال لي احنا عندنا فراخ امهات. قلت له ايه يا ابني؟ قال لي فراخ امهات. قلت له يعني ايه؟ قال لي على الفرخه بتوصل 5 كيلو. فانا بيني وبينك ما كدبتش خبر. قلت له ما تبعت لي فرخه كده وفرختين نشوفها. الله الوكيل بعت لي فرختين عامله الواحده عامله زي الديك الرومي.
زي الرمية صغيرة كده. السلقة ده تاخد حبة شوربة منها يا باشا، غير تاخد وقت في السوا شوية. بس أول مرة أعرف إن فراخ الأمهات دي حلوة كده جدا، حلوة حلوة حلوة. ها؟ لا والله، لأن هي طبعا عجوزة. معرفش بقى هي، بس أنا بصراحة ربنا عجبتني جدا، أحسن من الديك الرومي. فلو أنت عايز ممكن أفرجك عليها وأنا باكل. طيب ايه؟ هعمل ايه بقى يا سيدي؟ بص، هنشقشق كده اهو، يا عم حمادة. ازيك يا عم الناس؟ السلام عليكم يا عم حمادة. ازيك يا عم الناس؟ عمنا كلنا يا باشا، انت حبيب الكل، انت حبيبنا يا باشا، تأمرني. ربنا يكرمك. كنت عايز اسالك على شربات كويسه بقى في الجو اللي احنا فيه ده، مفيده للكبار والصغيرين وكده. شوربه العدس يا باشا، ولا دور شوربه العدس ده على حاجه؟ ده انا النهارده الصبح كنت هضرب شوربه عدس، بس قلت حاجه ذنبكم ايه هطلعها على عينكم انتوا، فقلت لا اتلم احسن اروح، لما اروح اكلها. شوربه العدس دي حكايه برضو، ده عايزه مش شوربه كوارع، مصورتين كوارع، مصورتين بتوع كندوز بالنخاع بتاعهم. لا كندوز بتقول له ده عامله زي الرغاوي، زي عيش الفينو. الكندوز الكبيره العجوزه دي تكسرها بالبهاريز اللي جوه كده، وتحط عليها 2 كيلو بصل و2 كيلو جزر و2 كيلو طماطم و2 كيلو بطاطس و50 كيلو عدس. ما انت عندك جيش هنا هتاكله منين؟ انت عندك جيش هنا في الاستوديو. هعملها لكم والله، والله ما انا سايبكم لما اعملها لكم. على عيني يا باشا. طيب كده هنا ده لازم ياخد التنميله حلوه عشان نحطه في الطاجن، ونبدا في الطبق اللي بعده. انا عايز ياخد تنميله كده على النار عشان نبدا في الطبق اللي بعده. طيب ناخد فاصل ورجع لكم تاني وانا غير المحطه واروح في حته. رجعنا بعد الفاصل وكده طاجن الفريك اهو، اللي هو ما بيحبش شريك. يا صلاه النبي يا صلاه النبي يا صلاه النبي يا صلاه النبي، طاجن فريك الله اكبر عليه، الله اكبر عليه. خلي دي كده فوق عشان نعرف الناس ان في لحمه. ايوه، نخش بقى في الفرن بيه. حبيبي يا رسول الله اهو، الطبق اللي بعده. هنخش على الطبق اللي بعده، طبق جميل وهادي ورايق وفايق. عندنا سلطة البطاطس بالرومي المشوي. نعمل ايه بقى؟ نجيب كده اهو، طيب نيجي كده اهو
فلفل المشوي يا ابني. بنفرد. احنا اتفقنا مع حضراتكم ان صدور الرومي او الرومي ككل هنعمل منه حاجات ياما. نعم يا فندم. ما حضرتش ايه؟ انت ما كنتش موجود معانا؟ الله. وامال المأذون كاتب الكتاب ازاي؟ طب ما انا قلت لك ابعد عني عشان انا مش سالك. لا نهار ابيض على دماغي. انا من وانت زمان من انا احنا بدنا نطلع على السلم. ايوه كويس ما نوصلش لعجين الفلاحه كده. هنا شويه زعتر ملح وفلفل. انا اديها سن الزيتون زيت زيتون صغيره وشويه ليمون. مين يا فندم؟ ها يا عم رجب. عم رجب طيب يا شيفنا. السلام عليكم عم رجب. وعليكم السلام. كل سنه وانت طيب يا شيفنا حبيبي. صباح الان على عيونك يا عمي. معاك الشيف رجب من شرم الشيخ يا باشا. يا اهلا بيك يا عمنا. اهلا بيك يا عم الشيفات. انا مش عايز اسال على اكلك لان انا عارف ان اكلك كله حلو، بس انا عايز اطمن على الشيف علاء. والله فل وزي الفل والحمد لله، وان شاء الله باذن الله على السبت الجاي هيكون في شغل ان شاء الله. ربنا يخليه لك ويبارك لك فيه. وانا نفسي ان محمد ابني يبقى زيه. انا محمد ابني ثاني سياحه وفنادق. ربنا يكبر بخاطرك يا حبيبي. اشكرك. شكرا يا سيدي. اشكرك والله. اشكركم كده. طيب يبقى احنا هنا يا استاذ جمال من فضلك الفلفل المشوي. حبيبي يا رسول الله. يبقى انا بشوي الرومي. نقلب دي. نعم يا فندم. ست ايمان. ست امال. ايوه ازيك يا شيخ شربيني. صباح الفل يا ست امال. ازي حضرتك عامل ايه؟ في نعمه يا بنتي. ممكن اسال حضرتك على سؤال؟ خدامك يا فندم. انا بعمل اكل دلوقتي وايديا غلطت وحطيت ملح زياده. بطاطساتين كبار قشريهم وقطعيهم اربع تربع وحطها في الطبيخ. انت عامله ايه اصلا؟ طبيخ ايه؟ كنت عامله فاصوليا. حلو حلو ما تقلقيش. حط الاربع بطاطساتين كبار متقطعين على اربع تربع كده بعد ما تقشريهم وحطيهم في وسط الطبيخ وما تقلقيش. هتبقى زي العسل ان شاء الله. يا اما انت قطع البطاطس قطيعه صغيره وتحطيها منها هناكلها ومش هنرميها. وهتشلك الملح. نعم يا فندم؟ للبيت يا عم. انا جيت يومتك. ماله؟ يا عم لسه هتكمل اهو الاكل اهو. اهو الفلفل اهو. اقلب اللحمه بتاعتي بقى كده. لا زي الفل يا باشا. تبعت لي عصابه اهو. طول ما انت كويس معايا انا زي الفل. ده الرومي بتاعي المشوي. والاحلى من ده ومن ده انك تصلي على النبي. ما تشوفي لي يا بنت الموضوع فين. هي عارفه وانا عارف. ده يا صلاه النبي يا صلاه النبي. طب ما سبنا اتلكع عليه. طيب طيب ده انا اللي بتلكع مش هو. يا ابني اللي بتتلكع. حبه ميه ساقعه بنعمل لها كده اهو كده.
حبيبي يا سيدنا محمد. يلا بقى نشتغل، يلا نشتغل. هدايا البولة دي، ونشيل ده من هنا اهو، نيجي نقطع الفلفل بتاعنا مشوي نضيف مغسول اخر حلاوة. ست ايمان. ايوه يا شيف. سلام عليكم يا ست ايمان. وعليكم السلام، انا بحبك قوي يا شيف والله وبسمعك على طول. صباح الفل يا بنتي. معلش عايز اسال حضرتك، انا دايما بعمل صينيه الكيكه وبتبقى مش مظبوطه، فعايزه المقادير بتاعتها كويسه بعد اذنك. خلي بالك على الشاشه دلوقتي وصوريها بالموبايل وخليها حداكي على عيني يا ست العرايس. طيب كده هنا. نعم يا فندم. برضو انا هاخد فاصل وارجع لكم تاني. انت شبت قروش السجاير. ناخد فاصل وارجع لكم تاني، ولا نغير المحطه ولا نروح في اي حته. نصلي على الحبيب. عندي خل وليمون زيت زيتون ملح وفلفل وزعتر. خل ليمون زيت زيتون ثوم ملح وفلفل وزعتر اهو كده. بعد كده عندي مايونيز اهو، وحطينا هنا بطاطس، فلفل مشوي، بصل مفروم، ثوم، زعتر شبيهه للايج على رز بس ما فيهاش ايه، بسله بس فيها فلفل مشوي وفيها لحمه رومي مشويه. نعمل دي كده، نجيب ادي نغرفهم بقى. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم يا اختي. ها ادوقها وانا مستنى عن عمري. انت بتعلمه ازاي انا فلوس اليتامى. طيب كده هنا اكله جميله جدا جدا جدا. قال لي اكسر اللون بتاعها يا استاذ. حاضر يا فندم. عايز اكسر لك الطبق، اكسر لك الطبق. يلا يا باشا. عندنا بقى تورتاية السلمون اللي بنعملها كل سنة مع حضراتكم. تورتاية السلمون اللي بنعملها كل سنة مع حضراتكم. هنعمل ايه دلوقتي؟ هقول لكم نعمل ايه.
أول حاجة حلو مش وحش، وهنعمل شوية شبت وبقدونس مفرومين. طب أنا عندي فلفل أخضر أهو كده، يبقى كلر جميل. نشيل بقى كل حاجة من هنا عشان نفوق لبعض وما ننعس. اهو هنجيب عندي عجينة ملفي او عجينة البيتزا اللي هاف كوكينج اللي موجودة في السوبر ماركت، يا عجينة ملفي وجبنة كريمي وسلمون سموكد سلمون. واطلع الطاجن من الفرن عشان المخرج عمال يتخانق معايا يقول لي الطاجن 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 الطاجن. حاضر يا عمي، اطلع الطاجن الاول. حاضر، لا خليه يشتغل مش مشكله طالما جوسي كده ما تخافش منه. ايوه حبه الفلفل دول اهم، ادي الكلر بتاعي. نيجي هنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نصلي على النبي. ده سبرينج اونيون وده شبت. هنرجع بقى نقول ايه، نجيب دي كده الاول بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الجبنه. انت عندك ستاند يا ابني بتاع التورتايه فين؟ الستاند بتاع التورتايه. اول حاجه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده كريم تشيز اهو، نجيب الجبنة بتاعتي بوزعها كده. كده شوية زيتون شوية خيار مخلل كده، شوية من الشبت كده، ده الغطا بتاعي.
نيجي البيت الجبنة اللي عندي دي دي كريمة اذكر الله وصلي على الحبيب. عايز فاصل؟ طيب هنستأذنكم ناخد فاصل ورجع لكم تاني ولا نغير محطة نروح في حتة. رجالة بعد الفاصل مع حضراتكم تعالوا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. عندي السلمون الفريش السموكد سلمون. هو انت مكتفهم واحنا طالعين جبل؟ لا حول الله رب العالمين. طيب كده هنا نكمل عايز ايه؟ والله المفروض كده يا راجل بدل انت معذب نفسك واه انا بقول كده برضو انا بقولت كده برضو انت بتقولنا على الرزية ابدا كده طيب الفرن انت عايز حاجة من الفرن ها حاضر على هين كده
نيجي هنا بقى كده نروح. انت عايز تمشي؟ طبعا انا المفروض عايز شغل كتير، بس المخرج قال لي ما تعطلنيش قبل كده بعد كده عشان حدانا شغل ياما. ونطلع الطاجن بقى من الفرن عشان المخرج عايز يلحق النحتايه بتاعته. الله اللهم صل على النبي. اشكر عمنا وحبيبي وابني مخرجنا الجميل، بسم الله الرحمن الرحيم. واقول لكم نشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.